الناس اللي عندهم امراض مزمنه كيتسائلوا واش يصوموا او لا، وفي حاله الصيام كيفاش يتعاملوا مع الادويه ديالهم. خاص يعرفوا بان وحده هو الطبيب المعالج هو اللي يقدر يجاوبهم على هذه الاسئله، لانه هو ادرى بالحاله ديالهم وما يسمعوش من اشخاص اللي ما عندهمش اختصاص. لان الصيام تقدر يكون خطير على بعض الحالات على حياه الشخص، ويقدر يسبب له في مضاعفات. فمثلا في حاله مرضى السكري اللي تسبب لهم في مشاكل كبيره، كاين مرضى القلب والشرايين بحال الناس اللي عندهم فشل في عضلات القلب او لا عندهم مشاكل ديال النبض او لاغيتمي، الناس اللي عندهم مشاكل في الفشل الكلوي، الاشخاص اللي عندهم مشاكل في كقرحه المعده اللي بقى عاد جديده، ولا التهابات في مزمنه في القولون او في المصران الكبير. هادو كلهم يمكن لهمش يصوموا، بالاضافه للناس اللي عندهم ايضا مشاكل في الكبد، الناس اللي عندهم مشاكل ديال الصرع اللي الحاله ديالهم غير مستقره، فهادو ممنوع عليهم الصيام. بعض الامراض كتكون امراض مزمنه ولكن طفيفه، فبعد الاستشاره ديال الطبيب ممكن اذا كانت الموافقه ديالو ان الشخص يصوم، وبطبيعه الحال ما يحبسش الادويه ديالو، ياخذها بصفه منتظمه كيف ما وصفها له الطبيب.